إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم بعنايته ورعايته. وأقول لإخواني وأخواتي اصبروا، فإن مع العسر يسرا، وإن شاء الله جل وعلا سيفرج الله الكرب وسيكشف الله الهم. وأبشروا بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين ولهذه الأمة، حتى وإن تعرضت للمحن والفتن والأزمات. نعم، أعلم أن الأمة مريضة، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله، لأنها الأمة المكلفة بحمل الرسالة الخاتمة من دين الله جل وعلا إلى أهل الأرض جميعا. فأبشروا إن شاء الله تعالى، ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله. المهم أن تلقى الله عز وجل وأنت ثابت على طريق الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤدي ما عليك في حدود قدراتك وإمكانياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شيخنا بارك الله.